السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوصول ديالنا كان في مدينة مراكش، المسرح الملكي، حدة تحفة معمارية. تبارك الله من عوجتكم الإخوان، أهلا وسهلا بكم. الصورة المشهورة ديال مراكشي بالطاقية ديالو. نبداو الجولة ديالنا إن شاء الله. سيدي، بدات الجوله ديالنا من مسجد الكتبيه. كما كتشوفوا هذه المعالم الاثريه اللي معروفه في مراكش، معالم رائعه وجميله ديال مسجد الكتبيه. ضربنا واحد الدويره تما كاينه خفيفه ظريفه. نتمنى تبقاو معنا حتى الاخر الفيديو ان شاء الله. غنمشيو لجمال فنا، جربنا الطنجيه، وكذلك جربنا حتى طبخ ملك تقنع ديال التحويل المشوي اللي معروف اكسيد كطبخ ملك. بقاو معنا حتى الاخر الفيديو. اتشوف هاد النهار هذا كان تصب الشتاء، كانت الدنيا خاويه شويه. الحمد لله، اللهم يسر. بالليل نيوز ترحبوا بكم في ساحل جامع هنا. كما كتشوفوا اجواء كبيره، اجواء رائعه. في مراكش نشوف الأجواء جميلة. ملي نيوز حنا كنقلبو على طباخ الملك، غنمشيو عند طباخ الملك المشهور، السيد اللي كيشوي الحوالة. حنا نشوفو فين كاين دابا ونمشيو عندو. دابا الشارع غادي عند طباخ الملك، نشوفوا الطباخ الملك كيف داير. الطنجيه كتمشي عند مراكشيين. هذه هي الطنجيه، تبارك الله رائعه جدا كما كتشوفوا.
اخيرا وصلنا عند طباخ الملك. كما كتشوفوا هذه هي الحفره اللي كيديروا فيها الحواله باش كيتشواو. خدينا واحد الكيلو ديال اللحم ب 200 درهم. كيجبدوا كيسخنوا هذاك الاجزاء ديال الحولي، واحد المخطاف كيجبدوه، واحد تجربه رائعه. واحد نوجه لكم اول مره كنجرب هذا الطباخ الملك، شفتو غير في اليوتيوب ومشيت انا بغيت نجربه. يا سلام، ما نعاودش لكم كيديروا الحولي كامل، كيديروه تقريبا شي 5 السوايع على نار هادئه في الحطب ديال العرعار. كما كتشوفوا هذا الحولي كيطلع تبارك الله واحد، ما نعاودش لكم، واحد المذاق ما عمرني ذقته في حياتي. عنده واحد النكهه خاصه ما شاء الله. واخيرا وصلنا الى داك اللحم المشوي ما شاء الله. شوفوا كيفاش كيتفرتت، طيب مزيان، واحد النكهه ما نعاودش لكم. اول مره كنجرب هذا المذاق هذا، يعني داكشي طيب الحق وطريقو. كنصح اي واحد يمشي يجرب هذا اللحم المشوي ديال الطباخ الملك، رائع جدا. بصحتكم وراحتكم الاخوان. سيدي واحد الكويز ديال العصير، نجربوا العصير ديال مراكش. الى هنا تنتهي رحلتنا الى مراكش، كانت دوره خفيفه ظريفه. ما درناش الاماكن كلشي، ما تنساوش بارطاج ولايك الفيديو الاخوان.